كان من آخر فصل بالثاني عشر. اليوم نحن بمدرسة الخالدية، إن شاء الله يمضى الامتحان الأول أخيرا، والباقي يعني بيمضوا بعد يعني بعده. والأول هو غالبا بيكون يعني أصعب مرحلة، بيكون فيه شوية توتر وخوف، بس بعده يعني إذا مضى ونحن طبعا عم ندرس ونشتغل نعمل اللي علينا، بيمضى الباقي إن شاء الله أخيرا. استعدينا لامتحانات الثانوية العامة، إن شاء الله فالنا النجاح، يعني درسنا وفالنا النجاح إن شاء الله. إحنا الحمد لله استعدينا كويس للامتحان، إن شاء الله يكون الامتحان سهل، وربنا يعني يقدر كل طالب على قد ما درس يعني واشتغل. الحمد لله استعدينا حق الامتحان، إن شاء الله الامتحان يكون سهل وإن شاء الله نتوفق في الامتحان. مستعدين للامتحان وإن شاء الله نتوفق وفالنا درجات عالية إن شاء الله. الحمد لله يعني كنا بنتجهز الفترة اللي فاتت ونذاكر كتير وعملنا اللي علينا، وإن شاء الله نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله في المواد القادمة والامتحانات الوزارية إن شاء الله.